ده أول مرة يا محمد، قسماً بالله. ريالك الثانية بعد حاطهم؟ لا والله. وين الخريبة الثانية؟ هذا معك بنت، هاي بنت، هاي بنت. لا في ثلاث بنات. والله ما ادري وين راحت. محمد فكها الله يفك والديك. ما فكها. تكفى ما يلبس حرمه، لا ما يلبس حرمه والله لعاد القيت هذا غش، والله لعاد القيت ولك اللي تبغى. لا 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 وش ابغى؟ وش ابغى؟ تلبس حرمه ويجلس عند الباب؟ ما يستحي على وجهك، ما تستحي على وجهك والله من الحاجه، ما تستحي على وجهك. لا ما هي بحاجه هذه، ما هي حاجه، ما هي حاجه هذا هذا غش ما هي حاجه. يشتغل حاجه يشتغل يا اخي. لا 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 ما هي حاجه. معطينك بطاقه، معطينك بطاقه يا اخي، الدوله معطيتك بطاقه. والله يا اخي انا طردت ولا خليت مكان شامه والله. احنا ما ذبحنا الا العاطفه، هي اللي دمرتنا. والله العظيم يا اخي انا ولا خليت مكان لا راجعي ولا خليت مكان. والله العظيم ان تلقى شغل زي سلام عليك. والله العظيم ما حصل. وهذه الجمعه تختار على راسي يا اخي. لا تكذب على، لا تكذب على، لا تحاول انت تخلينا نتعاطف معك. لا تخلينا نتحاول نتعاطف، واضح يا اخي اللي قاعد تسويه هذا، واضح يا اخي. لا تقعد تكذب، لا تحلف. اللي سويت زي كذا تسوي اردى من كذا انت. والله ما اسوي. لا لا تسوي اردى. اللي عمايلك هذه لا انت تأمن بالله. لا 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 ولا تتكلم، ولا تتكلم، هذا شغل خسيس. هذا تلبس رجل حرمه، تلبس رجل تلبسه حرمه. رب العالمين متشبهين يا اخي. وقف على الباب وشحت يا اخي، وقف على الباب وشحت. بس تلبس عباءه تلبس حرمه يا اخي. غلطه كذا غلطه. وش غلطه؟ غلطناها. ايش غلطه؟ والله غلطه. ايش نسيتك انت يا معني؟ يا معني كيف نضمن انك انت ما انت بحوثي؟ قل لي كيف اضمن؟ وش الدليل انك ما انت بحوثي؟ انا ما نبع الحوثيين ولا عندي الحوثي. انت يمكن ما تبع، لكن هالحوثيين ذولا انجس. والله ما انجس. عملك هذا انجس من الحوثيين. اللي عملك اللي سويته انت هذا اللي تسويه هذا. الحوثيين جالسين يقتلون المسلمين، كيف تبي نساعد؟ قل لي. طيب هذاك حوثي يا اخي يقتل المسلمين. انا عارف انك ما انت بحوثي. انا مش قتلت يا اخي. وانت تبي تعاطف المسلمين اللي تسوي هذا، تلبسه حرمه.